السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الديفلوبمون ليميتي على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. فهاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا تكملة ديال لو فورميل دو تايلر. دونك راه هذه هي الحصة الرابعة. دونك اللي ما شافش الحصص اللي فاتت يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. في الحصه اللي فاتت بدينا بلي فورميل دو تايلر وشفنا دو فورميل. شفنا لا بروميير فورميل دو تايلر اللي كنا كنقولوا افيك ريست انتيغرال او بين قوسين كتسمى لا فورميل دو تايلر لابلاس، وشفنا لا فورميل الثانيه وهي فورميل دو تايلر بالنسبه لاغرانج. مزيان وديمونطرينا عليهم وعطينا لي زيكزامبل اكسيتيرا. فهاد الحصه نكملوا لي فورميل ديالنا. غادي نشوفوا لو فورميل دو تايلر يونغ ونشوفوا لو فورميل دو تايلر كوشي سي سامبلومون بقاو لنا جوج، ونشوفوا فورميل دو ماكلورين اللي كتكون متعلقه بجميع لي فورميل اللي عندنا. وكيما العاده غادي نحاول انني نشرح الكور نديروا لي زيك واحد لي زيكزامبل باش اننا نابليكيو هادشي اللي شرحنا حتى الاخر، عاد نجمع لنا ديمونستراسيون لان كاين بزاف الناس ما كيهتموش في لي ديمونستراسيون. دونك بالنسبه لي فورميل اللي عندنا حتى التالي ونديروا ديمونستراسيون بالنسبه لهاد دو فورميل. سي تري بيان، نبداو بلا فورميل دو تايلر يونغ. شكون هما لي كونديسيون باش انه يتحقق لنا هاد لا فورميل دو تايلر يونغ؟ اول حاجه خاصها تكون اف كلاس سي ان، واش شرحنا ديجا كلاس سي ان اكسيترا في الحصه اللي فاتت بلا ما نعاودو. اللي ما شافش الحصه اللي فاتت يمشي تشوفها. اكس 0 ابارتيان ا لانترفال ا بي، اي بور توت عندنا اكس مالها فوازيناج دو اكس 0. بور توت كيما كانت اكس راها خاصها تكون فوازيناج دو اكس 0، فانه كتحقق لنا هاد القضيه هادي انه اف دو اكس كتكتب على شكل بولينوم. هاد البولينوم هذا قلنا انه كونستانت ما كيتغيرش في جميع لي فورميل ليدنا. صافي هذا اللي بالزرق راه ما كيتغيرش، هو هذا هو اللي كان عندنا بالنسبه لدو فورميل شفنا الحصه اللي فاتت. اكزاكتومون اف دو اكس 0 زائد اف بريم دو اكس 0 على 1 فاكتوريال على اكس ناقص اكس 0 اكسيتيرا على 2 فاكتوريال على 3 حتى ل ان فاكتوريال. دونك هذا لا بولينوم ديالنا ما كيتغيرش بلوس لو ريست. لو ريست هو كيتغير كما كنلاحظوا ان بالنسبه لا فورميل دو تايلر يونغ عندنا واحد لو ريست باش كيفكرنا بلا فونكسيون نيجليجابل. وهاد لا فورميل هادي هي اللي كنخدموا عليها بزاف في الديفلوبمون ليميتي. ركز معايا علاش، لانه كنخدموا بهاد لو فونكسيون نيجليجابل وديجا شفنا لو باراميتر ديالها. يعني الا كان ضرب بلوس موان القسمه كيفاش كنتعامل معها، شي شفناه في حصه ديال لا فونكسيون نيجليجابل. سي بيان، دونك داكشي علاش كيخدمك بزاف البروف بهاد لا فورميل هادي. ممكن انه يخدمك بجميع لي فورميل بهادي ولا في ديفلوبمون ليميتي سي سامبلومون، ولكن انت خاص تكون ضبطهم كاملين. وكاين اغلب يخدم لك بها لا فورميل دو تايلر يونغ. سي بيان، اما هادي يقدر يعطيهم في كيستيون كور ولا في لي ديمونستراسيون اكسيتيرا. الوغ ندير واحد بيتيت رابيل بالنسبه لا فونكسيون نيجليجابل. كنقولوا على ان اف انها نيجليجابل كنرمزوا لها اف négligeable d'avant g en voisinage de x0 d'avant g en voisinage de x0 كنرمزولها بحال هكا. سي بيان، يعني اشنو كيعني هذا؟ كيعني انه ال اكزيست واحد الابسيلون اللي كتحقق لنا واحد القضيه. يعني هذا كتيكيفالي انه ال اكزيست واحد الابسيلون كتحقق لنا ان اف دو اكس كتساوي ابسيلون دو اكس في جي دو اكس. مزيان، افيك لا ليميت ديال ايبسيلون دو اكس حيث اكس تنظر اكس 0 شحال خاصو يساوي لنا 0. سي سامبلومون، يعني راه هاد الكتابه هادي راه كتيكيفالي لنا هاد الكتابه هادي. سي بيان، يعني نتايا في الكور ديالك تقدر البروف يخدم لك لو غيست يكتبوك على شكل اكس ناقص اكس 0 اوس ان ايبسيلون دو اكس. سي بيان، دونك هادي هي جي صافي وهادي هي الايبسيلون. مزيان، يقدر انه ايكيفاليها باش بهاد الكتابة هادي، يعني زيرو دو جي. شكون هو جي هنايا؟ هو هادي، يعني اكس ناقص اكس زيرو اوس ان. مزيان، اما تقدر تلقاها مكتوبة بحال هكا ولا بحال هكا، راه بحال هنا كيقولك افيك لا ليميت ديال ايبسيلون دو اكس حيث اكس كتمشي اكس زيرو ضروري انها تكون كتساوي لنا زيرو. مزيان، هادي هي لا فونكسيون نيجليجابل. وكنا كنديرو براتيكمون باش كنعرفو واش هاد اف نيجليجابل بالنسبة لجي، كنا كنحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس بالنسبة لجي دو اكس حيث ان اكس طون فيغ اكس زيرو، خاصنا نلقاوها كتساوي زيرو اوتوماتيكمون. كنقولو انها
نيجليجابل سي بيان دون بحال هادشي هادشي الرابي البسيط بالنسبه للناس اللي ما شافوش حصه ديال لا فونكسيون نيجليجابل مزيان. الوغ هذا فيما يخص لا فورميل دو تايلر دو يونغ التعريف ديالها ديفينيسيون كيفاش كتكتب اكسيتيرا. دابا نمشيو لا فورميل دو تايلر كوشي بالنسبه للديمونستراسيون ديالها حتى للتالي وليكزومبل نديرو هين سالو ديفينيسيون نديرو كل واحد نديرو فيه اكزومبل. الوغ لا فونكسيون دو تايلر كوشي كوشي سي سامبلومون نفس الحاجة بالنسبة نقراو لا ديفينيسيون يعني لي كونديسيون لي كيأثروها. دونك اف خاصها تكون كلاس سي ان سيغ المجال ابي يعني نفس الحاجة بالنسبة لهذه غير هنايا كيكون عندنا ان اف دو ان ديريفابل سيغ زيرو صافي عفوا ديريفابل سيغ ا او بي اي اكزيست اي اكس زيرو ابارتيان ا ا ب يعني المجال مفتوح او ب هذا كي امبليك يعني الا تحققنا هاد الشروط هادو ان اف كلاس سي ان وان اف دو ان ديريفابل سيغ ا ب اي اكس زيرو ابارتيان المجال ا ب فان هذا كيعني انه كي امبليك ان اكس كتنتمي ل ا ب حيث ان كتخالف ان اكس زيرو اي اكزيست واحد الديتا لي محصوره ما بين 0 و 1 اللي كتحقق لنا هاد القضيه هادي سي بيان ان اف دو اكس كتساوي لا بولينوم ما كيتغيرناش بلوس لو ريست. دونك هذا هو لو ريست ديال لا فورميل دو تايلر كوشي سامبل سي بيان. الوغ بالنسبه لديمونستراسيون ديالو حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله ونديرو مزيان. الوغ فيما يخص لا فورميل دو ماكلورين هاد لا فورميل دو ماكلورين متعلقه بجميع لي فورميل سي سامبلومون. هاد لو فورميل دو ماكلورين سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. اش كندير حنا كنا كنقولوا فوازيناج دو اكس 0 فورميل دو ماكلورين كيقول فوازيناج دو 0 يعني هاد اكس 0 حولها لنا 0 سي بيان. يعني اش يعني الا جينا لا فورميل دو تايلر يونغ غادي نعوض اكس 0 ب 0 تعطينا اكزاكتومون لا فورميل دو ماكلورين يونغ الا عوضت انا ب 0 مزيان. هانتوما نبداو بهاد البولينوم ما كيتغير ها هو ما كيتغيرش البولينوم ديالنا الا حسبناه في اكس ايغال 0 تعطينا هاد القيم هادو. هانتوما شوفوا معايا عندي اف دو اكس كتساوي في مشت اكس 0 باش نعوضها ب 0 اف دو 0 بلس اف بريم دو 0 على 1 فاكتوريال اكس يعني اكس ناقص 0 راه اكس بلس وكنمشيو بهاد لا تكنيك الشيخ الثاني دو 0 على 2 فاكتوريال اكس او كاري زائد نقرا حتى الاشتقاق ان دو 0 ديال ان فاكتوريال في اكس اس ان وهذا هو لا بولينوم ديالنا كنهضر انا على هذا البولينوم بلس لو ريست على حساب لو ريست ديالنا على حساب لا فورميل راه كنديروا لو ريست ديالها ما كيتغيرش مزيان. الوغ هنايا بالنسبه لوغيس ديالها ولكن كتعوض لا ميم شوز في لوغيس كتعوض اكس 0 باش ب 0. دونك انا كنهضر على هاد لا صوم اللي جيت نكتبها على شكل الصوم هي المجموع ديال اف شكون اللي كيتغير هنايا شكون اللي كونتور عندك الاشتقاق هو كان هنا الاشتقاق 0 الاشتقاق 1 2 حتى الان يعني هو كا سي بيان مقسومه. دونك ديال اف دو 0 ما كتغيرش مقسومه على لو كونتور عندنا 0 فاكتوريال 1 فاكتوريال 2 فاكتوريال ومتناسب مع الاشتقاق يعني غادي تكون عندنا ك فاكتوريال سي تري بيان في اكس اكس اس 0 اكس اس 1 اكس اس 2 حتى اكس اس ان يعني اكس اس ك من كاري غا 0 حتى بلس لانفيني بلس لو ريست ديالنا دو اكس. هاد لو ريست هذا على حساب لا فورمول اللي خدمنا كما كنشوفوا ان هاد لو بولينوم هو هذا اكزاكتومون ما كيتغيرش بلوس لو ريست سي سامبلومون. الا مشينا لهادي باش نعوضو يعني الا مشينا لا فورميل دو تايلر يون كنعوضو اكس اكس 0 ب 0 يعني هادي ب 0 شنو تولي اكس اس ان ايبسيلون دو اكس صافي افيك الايبسيلون راه كيمشي لنا ل 0 مزيان. اما كنكتبو هاد الكتابه او كنروبلاسيوها ببلوس 0 دو اكس اس ان واش شرحنا صافي مزيان. دونك كما كنشوفو هو هادي لا ديفينيسيون ديالنا بلوس 0 x اس ان سي بيان او اننا كنديرو x اس ان ايبسيلون دو اكس ليميت ديال ايبسيلون دو اكس. هادي هي لا فورميل دو ماكلارين سي سامبلومون فيما شتي اكس 0 كتعوضها ب 0. الوغ نفس الحاجه بالنسبه لا فورميل دو ماكلارين كوشي. دونك غادي نحاول اننا دائما غادي تغير لنا لو ريست دونك غادي نعوضو x 0 باش ب 0 دونك غتعطينا بلس x
اكس اس ان بلس 1 سي بيان. دونك هادي هاد اكس رابطه بالزيرو، دونك كتبقى لنا عامل على واحد ناقص ديتا اس ان على ان فاكتوريال على اف اشتقاق ديال ان بلس 1 ديال زيرو. دونك هاد اكس زيرو نعوضها بالزيرو، هادي بالزيرو، يعني تبقى لي تيتا اكس. سي بيان. الوغ غير هنايا وي دونك هي هادي هي اف دو ان بلس 1 واحد ناقص تيتا اف ان على ان فاكتوريال، وهادي هي لا فورم. نفس الحاجة بالنسبة لي دو فورمي اللي شفنا في الحصة الفايتة، غادي تحاول انك تعوض اكس زيرو بالزيرو وتعطيك لا فورمي دو ماكلورين. الوغ دابا نحاولو نخدمو بعض لي زيكزيرسيس بالنسبة لهاد لواحد لي زيكزومبل حتى التالي ونديرو لي ديمونستراسيون ديال هاد لي فورميل اللي عندنا. بالاكزومبل الاول الى عطانا دونك افترضو ان اف دو اكس ايكال سينوس دو اكس سي بيان. دونك اون اكس زيرو ايكال زيرو صافي، بالنسبة لا فورميل دو تايلر يونغ دو اوردر 3 ولا كنديرو دو اوردر ان، صافي نكتبو لا فورميل دو اوردر ان. الوغ لا فورميل ديالنا سينوس دو اكس، دونك اول حاجة خاصني نكتبها على شكل اشتقاق. دونك كنعرفو اننا اف دو ان افيك اف دو ان دو اكس شحال كيساوي لنا اشتقاق انيام، لان كتقبل اشتقاق انيام، لان عندنا شو معايا عندي انا سينوس دو اكس الا اشتقيتها شنو تعطينا؟ غتعطينا كوس دو اكس سي بيان، و كوس دو اكس نقدر نحولو سينوس باش تخدم بي سور دو، يعني ندير بي سور دو بلوس اكس سي تخي بيان، يعني تحولات لسينوس. نشدو عاوتاني نشتاقو عاوتاني سينوس دو اكس، نشتاقوها شحال؟ جوج مرات، يعني نشد هادي نشتاقها مرة وحدة، يعني تعطيني كوس اشتاق ديال سينوس راهو كوس ديال اش ديال بي سور دو بلوس اكس. شنو كيساوي الا حولنا كوس سينوس؟ تعطينا سينوس بي سور دو بلوس بي سور دو بلوس اكس سي تخي بيان. غنشتاقو عاوتاني سينوس دو اكس ثلاثة د المرات خوا شيخ تلت، يعني نشتاقو هادي مرة واحدة، يعني كوس ديال بي سور دو هادي شحال عندنا؟ بي سور دو زائد بي سور دو، يعني جوج مرات بي سور دو، يعني جوج مرات بي سور دو، هاي جوج مرات بي سور دو بلوس اكس. إلا عملنا تعطينا سينوس بي سور دو زائد جوج مرات بي سور دو بلوس اكس، يعني شحال تعطينا؟ ثلاثة د المرات بي سور دو. دونك فهمنا لا تكنيك، يعني نقدرو نشتاقو دابا سينوس اكس ان مرة، نقدرو نشتاقوها ان مرة. دونك الى اشتقينا ان مرة شحال تعطينا؟ تعطينا سينوس دو، دونك هنا اشتقينا ثلاثة عطاتنا ثلاثة بي سور دو، جوج جوج بي سور دو، واحد بي سور دو، دونك ان تعطينا ان بي سور دو بلوس اكس سي بيان. هذا هو الاشتقاق انيام ديال سينوس، دونك يعني سينوس ان بي سور دو بلوس اكس سي تري بيان. الوغ الى بغينا نديرو لا فورميل دو تايلر بالنسبة ليونغ، سي سامبلومون تعطيني سينوس دو اكس ونحسب عادي. دونك حنايا بوغ اكس زيرو، يعني غادي نعوض انا اف دو اكس زيرو، يعني سينوس دو زيرو هي زيرو، هي زيرو بلوس الاشتقاق اللول شكون هو؟ هو الكوس، صافي غنعوضوه بالزيرو، يعني عطينا واحد واحد على واحد فاكتوريال واحد اكس ناقص زيرو اكس اكس في واحد اكس، يعني غادي نبداو باكس يعني اكس مزيان. الاخرى عاوتاني حيت غنشتاقوها جوج مرة غتعطينا اشتقاق سينوس غتعطينا صفر، غنمشيو نشتاقو اشتقاق الثالث غيعطينا كوس، الكوس هو نعوض انا بالصفر اكزاكتومون يعطينا ناقص واحد، يعني دونك غتعطينا هنا ناقص اكس اس 3 على 3 فاكتوريال زائد اكس اس 5 على 5 فاكتوريال اكسيتيرا. كنمشيو يعني كنمشيو بلوس موان بلوس موان بلوس موان اكسيتيرا حتى ال ان. دونك هنايا باش انني نعرف انا حد ان، دونك هنا شكون لاحظ؟ كنلاحظ انه امبير، يعني الاستاذ كيكون امبير. الا كان امبير دائما كيكون ايغا زيرو، دائما كيعطينا السينوس. الا كان امبير دائما كيعطينا الكوس، داكشي علاش كنعوضو بالصفر كيعطينا واحد. يعني هادي عندنا الاشاره مختلفه، بما ان الاشاره مختلفه ندير اول حاجه ناقص واحد اس اش اس واحد بي مزيان،
الوغ مزيان، الوغ هاد بي هادي هي اللي كتعطينا واش موجب ولا سالب. الا كان زوجي غادي يكون سالب، الا كانت زوجي غادي يكون موجب، الا كانت فردي غيكون سالب. مزيان فواش دابا انا خاصني نكتب اون جينيرال الكتابه ديالي اكس اس اش اس. دونك هنايا خاصني نضمن انه فردي. كيفاش نضمن انه فردي؟ عندي دو بي بلس ان صافي. يعني الا درنا جوج في بي راه بير بلس ان فردي، مقسومه على اش؟ مقسومه على جوج بي بلس ان فاكتوريال على حسب الخاصية. عندك خمسة فاكتوريال راه عندك خمسة الفوق راه خمسة فاكتوريال، ثلاثة ثلاثة فاكتوريال، واحد راه واحد فاكتوريال. مزيان يعني إلا حبسنا هنايا حد أوردر دو بي بلس ان. دونك هادي حنا بغينا نحبسو دو أوردر دو ان افيك افيك نقولو له افيك حنا ان ايكال جوج بي بلس ان. صافي يعني حنا بغينا نحبسو لا فورميل دو تايلر دو يونغ اوردر ديالاش اوردر دو ان. مزيان حنا حبسنا هنايا وكنديرو بلوس لوغيس. دونك صافي راه صحيحه. دابا بلوس لوغيس، لوغيس عندنا شكون هو؟ هو كارونت لوب اكس اس اش. دائما لوغيس كيكون زايد على لاب واحد صافي. يعني تكون عندنا دو بي بلوس دو سي تري بيان. على خدمنا باكس يعني في الابسيلون، ابسيلون دو اكس افيك لا ليميت ديال ايبسيلون دو اكس حيت اكس طون فيغ زيرو. شنو خصنا؟ زيرو. دونك هذا هو لا فورمي دو تايلر بالنسبه لا سينوس اكزاكتومون. دونك هذه بغيت نبدلها غادي نخدم انا بزيرو دو اكس اس دو بي بلس دو. سي تري بيان سي بيان. دونك هنا ضروري ما يمكنش ندير ان، لان انا خاصني نعرف اكزاكتومون انه خاصها تكون امبير وخاصها تكون اشاره كتختلف. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا. دونك الى جينا تيستينا، دونك هنا الى عوضنا بي بواحد دونك غنبداو من الزيرو. دونك هانت زيرو في دو بي زيرو، اكس اس واحد هي اكس اس واحد صافي. هادي اس زيرو تعطيك واحد. دونك ثلاثة، ثلاثة في جوج زائد واحد عدد فردي. حنا كنهضرو على واحد بي الى عوضنا بواحد. واحد في جوج جوج، جوج زائد واحد هي ثلاثة. ها هي بي باش عوضنا هنا بواحد، بواحد تبقى الناقص هي الناقص. سي تري بيان. دونك حنا بغينا خمسة باش نعوضو بي بجوج. جوج في هادي ربعة، ربعة زايد واحد هي خمسة. هنا شو باش عوضنا بي بجوج بيغ، يعني تمشي لموان تعطينا بلوس. دونك كتابة صحيحة سي تري بيان بالنسبة لا سينوس دو اكس. يقدر يقول نحبسو دو اوغدغ تروا ولا دو اوغدغ سانك اكسيتيرا سي سامبلومون صافي. يعني هادشي راه بزاف، يعني بحال اكزومبل لوكوس نبدلو شوية نديرو إكزومبل. عندنا كوس دو إكس، هاهي كوس، كوس دو إكس. دونك دو أوردر أون، هاهي أون إكس زيرو إيكال زيرو، إي أ لا أوردر، أوردر كات. نحبسو في أوردر كات سي بيان. منين الإشتقاق؟ الإشتقاق راه هو الكوس إينيام، راه إلا حسبنا من لا ميم تكنيك يعطينا كوس دو ان بي على دو بلس اكس سامبلومون. دونك غادي نشتاق الكوس ديالي، يعني نشتاق الكوس عندي كوس دو اكس، يعني نقدر نحسب كوس دو زيرو شحال يعطينا واحد. كوس دو اكس نشتاقو وغادي نحسب الايماج ديالو اكسيتيرا، وفي التالي غادي نحسب. دونك اهي دونك الاشتقاق ديال الكوس شحال؟ الشاق ديال الكوس هو موان سينوس دو اكس. كوس دو اكس الا اشتقينا جوج مرات هو الشاق ديال السينوس هو الكوس، يعني موان كوس. كوس دو اكس شحال خصنا نشتقو؟ ربعة المرات، ثلاثة المرات. الشاق ديال الكوس موان سينوس، يعني موان سينوس مع الموان هادي ديال بلوس سينوس دو اكس. الاشتقاق ديال الكوس دو اكس ربعة المرات شحال هادي يعطينا؟ دونك الشاق ديال السينوس شحال هو الشاق ديال الكوس؟ الشاق ديال السينوس هو كوس دو اكس. سي تري بيان. دونك هنايا الا جا عوضنا هنايا غادي يعطينا زيرو سينوس زيرو زيرو، يعني هنا ناقص واحد. هنا الا عوضنا تعطينا زيرو سينوس زيرو زيرو، كوس دو زيرو شحال؟ واحد. سي تري بيان. نجي نعوضو حنا في لا فونكسيون ديالنا، يعني كوس دو اكس
شنو كتساوي؟ نبداو بأول ترم هو هذا، دونك كتعطينا واحد، ها هو واحد اف دو زيرو بلس الاشتقاق الاول هو عطانا زيرو بلس زيرو سي بيان. الاشتقاق الثاني يعطينا ناقص ناقص واحد على جوج فاكتوريال على اكس او كاري سي بيان، زائد الاشتقاق صفر الرابع، وصلنا للرابع هو واحد واحد على ربعة فاكتوريال على اكس اس ربعة سي تخي بيان. دونك هادشي اش عطينا بلوس لو غيست، دونك الا خدمنا بهاد لو غيست هادي عطينا هو دائما كنزيدو واحد هنا اكس اس 5 على ايبسيلون دو اكس فوا ايبسيلون دو اكس، دونك يعني عندنا الكوست دو اكس نقدر نكتبوها مزيان هي واحد ناقص اكس او كاري على جوج زائد فاكتوريال زائد اكس اس 4 على 4 فاكتوريال زائد اكس تيغا حتى اكس اس 5 في ايبسيلون دو اكس صافي. دونك هنا نقدر نكتبو اكس اس 5 في ايبسيلون دو اكس او نكتبو بلوس لا فونكسيون نيجليجابل اكس اس 5 سي تري بيان لا ميم. الوغ سي سامبلومون هادشي بسيط بزاف. الوغ نحيو نكملو les exemples ديالنا. يقدر يقول لنا الابروكسيماسيون يعني اكزومبل عطانا اف دو اكس ياك كتساوي لنا اكزومبل اكسبونونسي اكس صافي. الوغ نخدمو بلا فورميل دو ماكلورين بالنسبه لاغرانج مزيان. بالنسبه لاغرانج الوغ نحاول انني اول حاجه ندير لا فورميل دو ماكلورين افيك لاغرانج اون فوازيناج اون زيرو صافي بور الاوردر بور ان ايغال 3 يعني الاوردر 3 مزيان. حنا كنعرفوا ان اكسبونسييل اكس الا اشتقينا الشق الاولى عطينا اكسبونسييل اكس، اكسبونسييل اكس الا اشتقينا جوج مرات تبقى اكسبونسييل اكس، اكسبونسييل اكس الا اشتقينا ثلاثه المرات تعطينا اكسبونسييل اكس ما تغيرش مزيان. و الا عوضنا حنا فوازيناج دو زيرو الا عوضنا بالزيرو تعطينا اكسبونسييل زيرو شحال؟ واحد 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 بيان. دونك نقدر نكتبو لا فورميل ديالي غتكتب على شكل اكسبونسييل اكس كتساوي لنا اف دو زيرو هي واحد بلس الاشتقاق الاول هو واحد على واحد دونك كتبقى هاك دائما اكس اس واحد صافي بلس الثانية غتعطينا اكس او كاري على جوج فاكتوريال زائد اكس اس 3 على 3 فاكتوريال زائد اكس اس 4 على 4 فاكتوريال. حنا ماشيين هنا قالك دو اوردر 3 نحبسو هنايا دونك بلس. دونك باش قلنا نخدمو ب لا فورميل دو ماكلورين بالنسبه لاغرانج دونك نخدمو بهاد لا فونكسيون هادي. دونك شحال تعطينا هنايا اكس يعني نشتقها هي اكس اس 7 على 4 فاكتوريال فوا اش فوا ليكسبونونسييل اس صافي. دونك خدمنا الفورميل ديالنا دونك هنا اس ديالنا. الوغ دونك هذه هي لا فورميل ديالي. دابا غادي نمشي لابروكسيماسيون يعني نحاول ندير لو ابروكسيماسيون ديال اكسبونونسييل صفر فاصله واحد. الابروكسيماسيون ديال اكسبونسي اكس هي سامبلومون كدير اكسبونسي صفر يعني كتروبلاسي اكس باش بزيرو فيغول ان سي سامبلومون في الفاصله واحد. شنو كتساوي تقريبا كدير تساوي وكتخدم هاد لابولينوم وي كتحطو هنا يعني واحد زائد صفر فاصله واحد زائد صفر فاصله واحد او كاري على جوج فاكتوريال زائد صفر فاصله واحد اس 3 على 3 فاكتوريال. الوغ شنو كتساوي لنا؟ دونك هادي تحسبها تعطيك واحد زائد صفر فاصله واحد هادي او كاري على جوج تعطيك صفر فاصله صفر خمسة زائد صفر فاصله صفر صفر واحد على ستة. دونك تقريبا تعطينا واحد. الابروكسيماسيون كتحط جميع ارقام اللي من بعد الفاصله صفر واحد ياك وتعطينا هنا ستة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تستوات أو سبعة. دونك هذا هو الأبروكسيماسيون ديالنا بالنسبة لإكسبونونسييل
C'est facile à واحد هي exactement 1,56 exactement. Donc, هذا فيما يخص les exemples اللي عندنا. نحاولوا دابا نديروا les démonstrations ديال le formule اللي عندنا simple. Alors, نحيو هادشي. نبداو دابا بلا démonstration ديال la première formule. هي formule de Taylor Young. Alors, باش انني ندمونتري على هاد la formule هادي. Donc, simplement, نحتاجو la formule de Lagrange. ندمونتري باستخدام la formule de Lagrange. الهدف ديالي هو ديمونتري هاد لوغيس تاعنا. الوغ غنقولو سوا، ركز معايا شي حاجة بسيطة بزاف، سوا إكس زيرو أبارتيان أ بي بور لا فورميل دو تايلر باستخدام فورميل دو تايلر لاغرانج. نخدمو لاغرانج غادي ديجا درنا ديمونستراسيون في حصة فايتة بالنسبة لاغرانج، ولا خليتولكم لاغرانج دو أوردر أ لا أوردر إن موان زان سيغ لانتيغوال أ بي. دابا مدرنا والو، غنحاول عين نكتب لا فورميل ديالي ديال تايلر دو لاغرانج دو اوردر ان موانز، يعني ماشي في ان، في ان موانز. الوغ شنو كتكون لا فورميل ديالنا؟ كتقولك انه بوغ توت اكس ابارتيان المجال ا بي، وعندنا اكس خاصو يخالف لينا اكس زيرو، فانه ال اكزيست واحد السي اللي ابارتيان ا اكس زيرو مع اكس، حيت قلنا ان هادي لاغرانج راه بحالها بحال كلشي في لي كونديسيون. مزيان، طولك شنو كيطولك؟ f de x كي كتكتب على شكل لو بولينوم ديالنا، غير هنا قلنا n موان زد n موان زد n موان زد ديال k ايغال 0 ديال f دو k ديال x 0، دونك هذا ما كتغيرش، ديال k فاكتوريال على x ناقص x 0 اس k بلس لو ريست. لو ريست بالنسبه للاغرانج هو هذا شي سامبلومون، يعني f دو n دو c على n فاكتوريال على x ناقص x0 اس ان. صافي، دونك هنايا راه درنا علاش عطاتنا تيتا تيتا اكس، لان قلنا سي هي كتكتب على شكل x0 بلس تيتا في x ناقص x0، فهمتوا؟ حيت درنا هنايا x مشات لنا الزيرو، لان كنهضرو على ماكلونال، مشات لنا هادي الزيرو وهادي الزيرو، شحال تبقى لي؟ تيتا اكس. تيتا اكس يعني راه سي راه هي تيتا اكس، صافي، داكشي علاش درت تيتا اكس هنا، وراه هي في الكورس سي، صافي. داكشي في التمرين درنا اكسبونسي سي، راه كنهضر على لا فورميل دو لاغرانج، صافي، سي بيان. دونك دابا ما درنا والو، دابا درنا غير لا ديفينيسيون ديالنا و سي ان. مزيان، قلنا انه دائما لو ريست كيكون ان بلس ان، سي بيان، ولكن حنا حبسنا دو اوردر دو ان موان زان، يعني قلت لك دو اوردر دو ان موان زان، دونك لو ريست غادي يكون ان موان زان بلس ان، بلس ان غتعطيك ان، سي سامبل. الوغ قلنا ا، غادي نحاول انني نروبلاسي هاد اف دو ان دو سي باش باف دو ان دو اكس زيرو موان بلس f دو n دو c. الوغ هادي باش ما توقع لها والو نقصو لها هادي اللي زدنا، نقصو لها f دو n دو x 0. انا الهدف ديالي هو خاصني نلقى بعدا هاد لا فورمال، خاصني نلقى n هنايا، صافي، يعني نحاول انني هادي نروبلاسيها هنايا. اشنو غتعطينا؟ نحاولو نصغرو كتابتنا باش يبان لكم. f دو x اشنو كتساوينا؟ كتساوينا لاصو من كا إيغال زيرو حتى ل إن موان زان ديال إف دو كا ديال إكس زيرو ديال كا فاكتوريال على إكس ناقص إكس زيرو أوس كا زائد. مزيان، هادي إف دو إن غنروبلاصيها أنا بهادي، يعني تكون مضروبة فاش؟ في هاد العنصر، يعني هادي يكون مضروب في هادي ويكون مضروب في ظروف هادي، أنا بغيتها في هادي غير في هادي، غنجبدها غير في هادي، يعني تعطيك إف دو إن دو إكس زيرو ياك
مضروبة فاش؟ في إكس ناقص إكس زيرو أس إن على إن فاكتوريال. سي تخي بيان. دونك إلا درت هادي بلوس هادي غتمشي لي تولي عندنا إن هنايا بلوس بلوس، لأن هادي بلوس هادي راه مازال هاد بلوس إف بخيم دو سي حيوا هادو ناقص إف دو إن دو إكس زيرو. هادشي كامل فاش مضروب؟ مضروب في إكس موان إكس زيرو أس إن على إن فاكتوريال. سي تخي بيان، راه مدرنا والو، هاد إف دو إن أو سي روبلاصيتها لهادي، سي سامبلوم، وأنا فرقتهم، هادي ضربت حناشر، هادي ضربتها في هادي، وهادي ضربتها في هادي، دونك فرقتهم، سي بيان، هادي زائد هادي هانتوما، عندنا شكون اللي تابع إن بلوس إن؟ إن موان زا هي إن، يعني هي هادي هي إف دو إن دو إكس زيرو على إكس ناقص إكس زيرو أس إن على إن فاكتوريال، يعني إلا جمعت هادو غيعطيني لا صون. يعني ان اف دو اكس كتساوي لنا لا صوم من ك ايغال 0 حتى ل ان ديال اف ك دو اكس 0 ديال ك فاكتوريال على اكس ناقص اكس 0 اس ك. سي تري بيان، يعني هنا غتولي عندي ان، سي بيان، لان زدنا ان ديك اللي ناقصه بلوس بلوس. دونك حنا اش بين نلقاو؟ بين نلقاو هاد الكتابه ايبسيلون ديال هذا. دونك هادي راه عندي هي اكس ناقص اكس زيرو اس ان، ها هي. دونك غادي نجي نكتبها هنايا، ها هي اكس زيرو، عفوا اكس ناقص اكس زيرو اس ان فوا اش فوا ايبسيلون دو اكس افيك ايبسيلون دو اكس. شكون هي؟ هي الشي اللي بقى لي انا، هو اف بريم دو سي ناقص f دو n x 0 على n فاكتوريال. سي تري بيان، فوقاش كتحقق لنا هاد نيجليجابل؟ سي سولمون سي هاد ليبسيلون هنا مشى لنا الزيرو. واش هاد ليبسيلون كيمشي للزيرو؟ وي كيمشي لنا للزيرو. علاش كيمشي للزيرو؟ لانه كار كتبو هنايا كار لا ليميت ديال x حيت كتمشي ل x 0 ياك، ديال ايبسيلون دو x هادي خاصها تساوي لنا زيرو ياك. سي بيان، هي اكزاكتومون لا ليميت ديال اكس كتمشي لاكس زيرو ديال ايبسيلون. شكون هي ايبسيلون؟ هي يعني اف دو دو بريم دو سي. شكون هي سي؟ نعاودو نديرو الرابي، سي هي اكس زيرو بلوس تيتا في اكس ناقص اكس زيرو. عقلتو عليها؟ درنا الحصة الفايتة ديال سيغما، فورمي دو سيغما. دونك بما ان سي اونتر اكس 0 و اكس فانها كتكتب على شكل سي كتساوي اكس 0 بلس تيتا على اكس موان اكس 0. مزيان، الا كانت اكس كتمشي لنا اكس 0، يعني نعوضو اكس باش باكس 0، ها هي اكس تمشي لنا اكس 0، يعني نعوضو اكس باش باكس 0، يعني اكس 0 ناقص 0 شحال عطينا؟ صفر. صرف تيتا صفر، يعني شنو تبقى لنا؟ غتبقى لنا سي كتساوي لنا اكزاكتومون صافي. يعني اش؟ يعني ان هاد السي هادي راه هي اكزاكتومون اكس زيرو. دونك كتبوها هنايا، دونك كار كتبوها هنايا لا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو ديال اف ان دو سي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف ان دو اكس دو اكس زيرو صافي. يعني سي كتولي هي اكس زيرو، وعندي هنايا اف دو اكس زيرو هنا ان، راه ان ان هي اف دو ان دو اكس زيرو ناقص اف دو ان دو اكس زيرو راه تساوي لنا زيرو صافي. يعني هادي هي هادي الا مشات لنا ليميت لاكس زيرو. دونك ليبسيلون هذا كي امبليك ان ليميت ديال ليبسيلون ديالنا دو اكس حيت دو اكس طون فيغ اكس زيرو شنو يساوي لنا زيرو. سي بيان، علاش؟ لان حسبنا الا دخلنا ليميت هنا ودخلنا ليميت هنا، هادي حسبنا ليميت راه تساوي لنا نفس النتيجة ديال هادي، يعني هذه ناقص هذه صفر. سي تري بيان، دونك هي استنتجنا لا فورميل ديالنا بالنسبه لا فورميل دو تايلر يونغ. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي. دونك نمشيو دابا لا فورميل دو كوشي. بالنسبه لا فورميل دو كوشي نفس الحاجه. دونك
لا فورم دو كلشي غادي نحاول نسوبوزي واحد لا فونكسيون مانيش تقوى. سوبوزون كو اكس اكبر من اكس زيرو، فان واحد لي فونكسيون سميها الفا كتعطينا اكس زيرو اكس، صافي واحد الفونكسيون سميها انا جي كاع جي دو اكس معرفه من اكس زيرو لاكس طون فير اخ جي، و تي معرفه من جي دو تي كتساوي لنا لاصوم من كا ايكال زيرو حتى ان ديال اشتقاق اس كا دو تي على كا فاكتوريال على اكس ناقص تي اس كا. سي تري بيان. الوغ حنا افترضنا حنا سي سامبل حطينا واحد لا فونكسيون جي اللي كتساوي لنا لاصوم من زيرو لان ديال اف اس كا ديال كا فاكتوريال، باش كتفكركم بلا فونكسيون بولينوميال افترضنا واحد لا فونكسيون بولينوميال مزيان. هاد لا فونكسيون بولينوم كنهضروا على اف راه كونتيني اكسيتيرا سي بيان، غنجي نحطوها هنا قلنا ا جي اي كونتيني سور المجال اكس زيرو اكس اي ديريفابل باش نقدرو نشتاقوها سور انترفال اوفر اكس 0 اكس، يعني تحققنا الشروط ديال لا تيوريم دو زاكروسمون فيني نقدروا نطبقوها هنا مزيان. الوغ قلنا ا بور تو تي ابارتيان ا اكس 0 اكس فان الاشتقاق جي بريم دو تي الى اشتقينا هذه شحال تعطينا اشتقينا تعطينا اف ان بلس 1 دو تي على اكس ناقص تي أوس إن على إن فاكتوريال. ألوغ إلا شتاقيتي هادي راه تلقاها هادي، نحاولو نديمونطريو عليها نتوما نشدو هادي نفرقوها نكتبوها شكل بولينوم هانتوما إف دو تي لأن حنا خدامين في تي دونك إكس زيرو غادي نروبلاسيه بالتي بلوس إف بخيم دو تي على واحد فاكتوريال إكس ناقص تي زائد اف سكوند دو تي على جوج فاكتوريال على اكس ناقص تي او كاري بلس اكسيتيرا حتى الان مزيان. حتى الاف دو ان اشتقاق ديال ان فاكتوريال على اكس ناقص تي اوس ان سي تري بيان. دابا هادي هي لابارتي بولينوميال، يعني هادي هاد لاصوب حنا فرقناه دونك الهدف ديالنا هو نشتاقو ونشوفو واش يساوي لنا هاد النتيجه. دونك الا اشتقينا اف شنو غتعطينا؟ غتعطينا اف دو تي الاشتقاق ديالها صافي سي بيان. الوغ غنشد انا هادي نشتقها، هنا عندنا دو فونكسيون راه شكون لي فاريابل راه تي، يعني عندي تي هنا وتي هنا، يعني غادي ندير اف فوا جي الاشتقاق ديال هادي في هادي، يعني الاشتقاق ديال اف يعني الاشتقاق الثاني دو تي على لي كونستونت هذا كامل غادي يعتبر اكس ناقص تي بلس درنا الشيخ ديال هادي في هادي، دابا نديرو الشيخ ديال هادي في هادي، يعني اف بريم دو تي في الاشياق ديال اكس ناقص تي على واحد فاكتوريال مزيان. شكون هو الاشياق ديال اكس ناقص تي؟ اكس راه كونستونت راه تي هي لي باغي، يعني ناقص تي الاشياق ديالو هو ناقص واحد يعني ناقص اثنان ناقص مزيان. اشنو كنلاحظو؟ هاد اللحظة تمشي هادي مع هادي بلوس غنمشيو لا فونكسيون اخرى، هاد اللحظه انا كنختزلو هانتوما نمشيو لهادي نشتقو عاوتاني غتعطينا الشقاق الثاني تي، يعني نشتقها يعني الشقاق الثالث في جوج فاكتوريال على اكس ناقص تي او كاري زائد اف سكوند الشقاق الثاني دو تي على جوج فاكتوريال فوا اش فوا الاشقاق ديال هذا. شكون هو الاشقاق ديال هذا؟ اف اس ان، يعني كتهبط هاد جوج يعني فوا جوج في اكس ناقص ناقص تي جوج ناقص واحد هي واحد، وفي اشتقاق ديال الوسط الاشتقاق هو الناقص الاشتقاق ديال اكس ناقص تي هو ناقص واحد، يعني تعطينا ناقص هي ناقص هاد جوج غتمشي مع هاد جوج صافي، لان جوج فاكتوريال تعطينا جوج مع جوج غتبقى هاد التعبير. باش كيفكركم هاد التعبير هو هذا يمشي مع هذا
ونفس لا سيستيم، هادي هتمشي مع هادي، هادي هتمشي مع هادي، حتى الاف اس ان ديما شوف ديما كيبقى لها التالي. دونك هادي حتى اشتقوها انتوما غتعطينا اف دو ان بلس ان، هادي تبقى، هادي هي اللي تبقى على ان فاكتوريال على اكس بلس اس ان، صافي راني اشتقيت هادي بلس ان زائد هادي هي اللي نشطبو عليها هي اف دو ان، كتبقى على اشتقاق ديال هادي يعني ان. دونك اشتقو هتهبط ان ديال اكس موان تي ديال ان موان ز فوا الاشتقاق ديال هذا هو الناقص، يعني الناقص نتاع ان فاكتوري. مزيان، وهذه هذه راه تلقاها تشطبات مع الاخرى اللي قبل. دونك يعني كيبقى لنا التعبير ديالنا هو اف ان بلس ان على ان فاكتوريال على اكس ناقص تي اس ان، هو هذا سي بيان. نمحيو ونكملوا لا ديمونستراسيون ديالنا. دابا شدينا الشيخ، دابا شوف انا ندير، عندي ان جي مالها كونتين ديريفابل سور المجال او فيغ اكس 0 اكس، يعني اننا نقدروا نخدموا لا تيوريم دو زاكروسمون فيني. الوغ بور لا تيوريم دو زاكروسمون فيني ا شورت ديولا طبقوا، يعني اش؟ يعني انه ايل اكزيست، يوجد واحد السي لي ابارتيان المجال اكس 0 اكس، لي شنو كيحقق لينا؟ كيحقق لينا ان الاشتقاق جي بريم دو سي شنو كيساوي لنا؟ يساوي لنا جي دو اكس، عقلتهم جي دو اكس ناقص جي دو اكس 0 لي بور اللي عندنا، وهنا كيكون اكس ناقص اكس 0. مزيان، دونك هذه هي لا تيوريم دو زاكروسمون فيني. هذه نضربها هنايا، دونك كتعطينا جي دو اكس ناقص جي دو اكس 0 كتساوي جي بريم دو سي في اكس ناقص اكس 0. جي بريم حسبناها هيا، غادي نعوض هذه باش بسي تي بسي ونضربها في هذه ونشوف شحال تعطينا. يعني شنو كتساوي لنا هاد الشيء؟ هادي نعوضها هنا، يعني تعطينا اف ان بلس ان دو سي، يعني في مشت تي نعوضها بسي على اكس ناقص سي اس ان على ان فاكتوريال فوا ما نساوش اكس ناقص اكس 0. سي تري بيان. الوغ انا شنو خاصني نمونطري؟ خاصني نمونطري انا سميت هادي جي، يعني خاصني نلقى اف دو اكس كتكتب على هاد الشكل، هذا اف دو اكس كتساوي هادي زائد هادي. مزيان، اشنو عندنا؟ قلنا ا، هانت قلنا ا جي دو اكس 0، هي جي دو اكس 0 شنو كتساوي؟ كنمشيو جي دو اكس 0 هي كتساوي لنا التالي، يعني كتساوي لنا لا سوم من ك ايغا 0 حتى الاف اس ك دو تي على ك فاكتوريال. دونك شنو روبلاسينا هنايا؟ روبلاسينا تي باش باكس 0، يعني تعطينا هنا اكس 0 على اكس ناقص اكس 0 اس ك. سي تري بيان. اي هادي دابا خاصنا جي دو اكس، اي جي دو اكس هاهي جي دو اكس، نعوضو تي باش باكس، هي من كا ايغا زيرو حتى الان ديال اشتقاق كا دو تي، تي باش نعوضها باكس على اكس على كا فاكتوريال في اكس هي ناقص تي، تي باش نعوضها باكس وسكا. سي تري بيان. شنو كتلاحظ هنا؟ اكس ناقص اكس صفر، ولكن كا راه تقدر تاخد مع الشيء راه ما يعطينا الصفر، لان كتقدر تاخد لنا الصفر، يعني كنعرفوا ان صفر والصفر كيساوي لنا واحد، يعني الا كان كا كيساوي لنا صفر هادي يعطينا واحد، كا فاكتوريال واحد شنو هادي يبقى لنا؟ هادي يبقى لنا اف دو صفر، يعني اف لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس، يعني هادي راه كتساوي لنا اكزاكتومون اف دو اكس، فهمتوا؟ والتعبير الاخر حيت كتساوي واحد ولا كتساوي صفر راه صفر، صفر اس واحد لا اس جوج لا اس ثلاثة كيبقى صفر، صفر فهمتي صفر بلس لي زيرو الا فرقنا لا صوم ديالنا، يعني كتبقى لنا اف دو اكس. سي تري بيان. نمشيو حنا لهادي، غنخدم
جي دو اكس باش نعوضها ب اف دو اكس. ها هي اف دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد التعبير وهاد ناقص جي دو اكس زيرو نجيبها للجهه الاخرى تعطينا بلس جي دو اف زيرو، يعني تعطينا اف دو ان بلس ان دو سي على اكس ناقص سي اوس ان على ان فاكتوريال في اكس ناقص اكس زيرو زائد جي دو اكس زيرو. فين راه جي دو اكس زيرو؟ هاهي زائد ك ايكال زيرو حتى ان ديال اشتقاق اف دو اكس ك فاكتوريال على اكس ناقص اكس زيرو اوس ك. سي تخي بيان، حنا اش بينا نلقى؟ بينا نلقاو هاد لا فورميل. سي بيان، ها لا صوم دونك هذا هاد لا صوم هو هذا مزيان بلوس دونك هذا هو لو ريست. دونك هاد لو ريست راه هو هذا. اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول نوبلاسي سي باش ب تيتا. سي تري بيان. دونك واش كتب لكم هادي وي اون ا جيو نكتبو هنايا اون ا. كنعرفو ان سي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس زيرو بلوس تيتا في اكس ناقص اكس زيرو. سي بيان، ديمونطرينا يا حصة الفايتة مزيان. الوغ انا هاد سي غنروبلاسي هنا وعندي اكس ناقص سي، و اكس ناقص سي شحال تساوي لنا؟ دونك جيو نحيو هنا نكتبوها. دونك لان هنا اكس ناقص سي خصني نحيدها. اكس ناقص سي شنو كتساوي لنا؟ اكس ناقص سي سي هي هادي، هي اكس زيرو زائد تيتا انشرا، يعني تيتا اكس ناقص تيتا اكس زيرو. مزيان، الى حيت الاقواس شنو كيتبدل لنا؟ الاشاره كيولي الناقص هنا ولو بلوس هنايا. سي تخي بيان، شنو كتساوي لنا؟ شوف معايا، عندي تيتا مع تيتا نقدر نعملها، يعني انا عطينا اكس ناقص اكس زيرو ناقص دونك نقدر نعمل الى عملت بناقص تيتا، ها هما ناقص تيتا غتعطيك اكس ناقص اكس زيرو. سي تخي بيان، هادي مع هادي نعمل بها غتعطينا اكس ناقص اكس زيرو عامي على اش؟ واحد ناقص تيتا، واحد ناقص تيتا. سي تخي بيان، يعني اكس ناقص سي راه كتساوي لنا هادي. دونك غنجي نعوضها هنايا. دونك اف دو اكس لا فونكسيون ديالنا اش تولي كتساوي؟ اف دو ان بلس ان معرفوش كيبان لكم تحت هذا وي ديال سي. شكون هي سي؟ هاهي ديال اكس زيرو بلس تيتا على اكس ناقص اكس زيرو. سي تخي بيان، هادي هي سي فوا اش؟ هادشي مقسوم على ان فاكتوريال. الوغ هادشي فاش غنضربوه في اكس ناقص سي؟ اكس ناقص سي هي هادي، يعني هي اكس ناقص اكس زيرو اوس اش؟ اوس ان. اوس ان على واحد ناقص تيتا اوس ان. سي تخي بيان، فاش؟ في اكس ناقص اكس زيرو اللي عندي هادي، في هادي هادي مع هادي شنو تعطينا؟ ان بلس ان. هاهي ان بلس ان ونحيدو هادي صافي. سي تخي بيان، دونك هذا هو لو ريست ديالنا. واش هو اكزاكتومون هذا؟ هو هذا. هاهي ان فاكتوريال فاكتوريال اكس ناقص اكس زيرو اكس ناقص اكس زيرو ان بلس ان هاهي واحد ناقص تيتا اوس ان هاهي اف دو ان بلس ان ديال اكس زيرو بلس تيتا على اكس موان اكس زيرو هاهي سي سامبلومون و بلس البولينوم ديالنا هذا سميوه تي دو ان دو اكس صافي. دونك هذا هو البولينوم ديالنا اكزاكتومون تي دو اكس هو لا صوم ديجا ديمونطرينا عليه هو لا صوم. دوكا هو هذا سي بيان. دونك حنا درنا لا ديمونستراسيون بالنسبة لا فورميل دو تايلر بالنسبة كلشي. سي تخي بيان. الو وين نساوش انا نقول له هاد تيتا هادي افيك تيتا راها ابارتيان يعني محصورة يعني اونتخ ان اي زيرو. سي تخي بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصة هادي، نتمنلكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في الحصة الخامسة بالنسبة للديفلوبمون ليميتي.